طبعاً مفاجأة الحكومة، يعني السنة في توقيت شتوي. شوي صغيرة وصلنا نفكر إنه أصلاً السنة مش رح يعملوا توقيت شتوي، لأنهم ضلوا ساكتين ومحدش عارف شو بصيروا. والحكومة فجأة فاجأتنا بإنها أعلنت أخيراً عن موعد التوقيت الشتوي بعد كل الإشاعات اللي طلعت عن مواعيد مختلفة للتوقيت الشتوي ولبدء التوقيت الشتوي في فلسطين، لأنه الحكومة بتفكر إنه شو في وراهم الناس، يعني ليش مغلبين حالهم بالتوقيت الشتوي ولا الصيفي؟ خلص لما بصير بنعلن وهم بأجلوا ساعاتهم، يعني هالساعة اللي تطير على الناس انه شو في ورانا نحن، ليش شو مأثر علينا الوقت؟ نحن ما في شيء ببين معنا نحن لليل ولا النهار، انه شو بمدينة تورينو نحن لا يقول الواحد انه كاينين نصنع 3000 سيارة فيات بالنهار، وهلأ اذا عدت متبكير كيرس يعني رح بيصيروا 2890 سيارة. شو خربة الشركة يعني؟ موضوع بيختلف شوية، لأن الناس داش تتخربش، يعني في ناس عندها شغل عن جد، يعني بتشتغل عن جد، وفي ناس عندها التزامات عن جد، وفي ناس عندها مواعيد عن جد، وفي ناس عندها يعني مجالات شغل الدقيقة بتفرق معها مش بس الساعة، فكيف الساعة؟ وفي ناس عندها مدارس، وفي ناس عندها التزامات، وفي ناس مرتبطة بين التوقيت هون والتوقيت في القدس المحتلة اللي بيمشي حسب ما بدها إسرائيل، وبالتالي يعني في حياة ناس. كل سنة بتقدموا الساعة ساعة وبتأخرونا 10 سنين لورا بنفس الوقت. أخيرا الحكومة أعلنت التوقيت الشتوي، مشكورين، بس ما فكروش كمان مرة يعملوا قانون اسمه قانون التوقيت الشتوي. مثلا في آخر جمعة من كل شهر 10 ببلش التوقيت الشتوي. حتى الإعلان بده شوية فذلكة، يعني ليلة الخميس على جمعة، ليلة الجمعة على الخميس، خلص قولوا مثلا في 24/10 يبدأ التوقيت الشتوي، واضح بدهاش تفسيرات كثير. أول يوم في التوقيت الشتوي هو 24/10، خلصنا، وضحت، بدهاش حدا شاطر في الصياغة مشان يكتبها. زي ما بقولوا مثلا إنه بدء المدارس في تاريخ كذا، بدء التوقيت الشتوي في تاريخ كذا. يا عمي إحنا بنستهلك تكنولوجيا من الغرب، والغرب عندهم كمان أجنداتهم اللي بحطوها بناء عليها، وبالتالي بتحكموا في أجهزتنا الإلكترونية اللي بتتبدل لحالها وبتتغير لحالها. وإسرائيل عندها توقيتها الخاص، زمان تنسوش كانت غزة عندها، الحمد لله السنة يعني صرنا مع بعض في التوقيت، وبالتالي هذا إشي كويس. رزق الله لمن كنا نسهر عشاء وشعراء ونحكي قضية، وإن كنت مثلي عجي بفاضي والعلم واسع وفي حنية، يمكن لأنه زمن ومش نفس الطريق، حاسس بشيء صابت بشيء مش حقيقي. ما كانش لازم تخبوه، مش قنبلة، ولا هو مفاجأة سعيدة بمناسبة الأعياد، تماما زي قبل بثلاث أيام من العيد ولا أربعة أيام نعلن عن إجازة العيد. طب بلكي حدا بده يسافر مثلا، بلكي حدا بده يشتغل مثلا، بلكي في شركات بتداوم فترة العيد، بلكي في مجالات شغل ما بتوقفش أبدا حتى في العيد، كيف الناس تعمل جداولها والتزاماتها وارتباطاتها وتحضيراتها لفترة العيد؟ ولا الفلسطينيين بيطلع لهم مش حتى يخططوا لإجازة العيد؟ وقر أنا المذكور على ساكن في العنوانية، بإن الصبر علي صبر طعم المر في قلبي فضل يمرر في، ولا عمره قدر يغير حبك من جوا. يا عمي الموضوع مش عبقري، من أسبوع السعودية أعلنت عن موعد العيد، تاني يوم كان لازم أعلنتوا عن إجازة العيد مش اليوم. ولكن يعني كويس الحمد لله أنه في إجازة عيد، لأنه كمان الناس شوي صغيرة راح تفكر أنه فيش إجازة عيد. يعني بعض المدارس بعتت الإجازات بتقول أنه الإجازة تبدأ من صباح يوم السبت وتنتهي مساء يوم الثلاثاء إلا إذا أعلنت الحكومة شيء ثاني. فمشكورين، غلبناكم وتعبناكم، وأخيرا عرفنا المواعيد وعرفنا التواريخ. شكرا جدا جزيلا. انت بده يصير معي وقت روح تشكر الحكومة على النعم؟ والله ما عم يصير معي وقت.